الله سبحانه إنما وليكم الله، مو أولياءكم. ولا الرسول كان يصير شريك لله، مو شريك لله، ليس في عرض الله، في طول الله. وكذلك كل واحد منهم حتى المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. إنما وليكم الله ورسوله، مو ورسوله، ولا كان يقول أولياءكم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. إذن أفردت وليكم بالذكر لأن المراد إفادة أن هذه ولاية واحدة لكنها طولية، مثل الموكل والوكيل. الوكيل شعبة وشعاع من نور الموكل، من ولايته، من سلطته، من سلطنته، وما أشبه ذلك. إنما وليكم الله ورسوله. إذن هذه هي، هذا الوجه الأول أو الحكمة الأولى لاستخدام كلمة ولي كمفرد. الحكمة الثانية، طبعا أكو حديث أطول لكن شوية نسرع حتى نقدر نذكر نقاط أكثر. الوجه الثاني في ذلك، إنما وليكم، الله استخدم مفردة ولي لأن نفس مفردة ولي بما هي مفردة، يعني كلمة مفردة مو جمع، مستخدمة في القرآن الكريم في أماكن ثانية. فيريد يقول لك المعنى لولي مو ناصر ولا محب ولا هذا الأشياء، الأشياء اللي اختلقوها في ادعاء أن الآية تقصد هذه المعاني. ليش؟ الله يرجعك للقرآن، القرآن يفسر بعضه بعضا. كلمة الولي جاية في القرآن في أماكن أخرى عديدة، شنو معناها؟ نفس ذاك المعنى هنا موجود، فلذا نسبت إلى الله. الله سبحانه وتعالى يقول أم اتخذوا من دونه أولياء، فالله هو الولي. يعني شنو هو الولي؟ يعني هو المالك، هو الأولى بالتدبير، الأولى بالتصرف، هو الولي بما للكلمة من معنى وبكل معاني الولي. فالله أم اتخذوا من دونه شنو أولياء اللي هم الأصنام وما أشبه ذلك، يقول فالله هو الولي. فالله هو الولي شنو معناته هناك؟ فما في كلام، لأنه ما جاي اسم علي بن أبي طالب حتى يحاولون يدفعون حقه. فالله هو الولي، اسأل المفسر السني والشيعي والملحد والناصبي. الملحد الناصبي إذا يفسر لغويا يعني يقول له هذا الكلام شوف شنو معناته. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي. الولي يعني شنو؟ يعني الأولى بالتدبير، يعني المتولي، مثل ما تقول ولي الأمر، مثل ما تقول ولي الطفل وما أشبه ذلك. وكذلك وكفى بالله، الآية القرآنية الكريمة، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. نصير معنى ثاني صار إذن، وكفى بالله وليا، بعدين وكفى بالله نصيرا، وهكذا. إذا الإنسان يتتبع الآيات القرآنية الكريمة يجد كلمة ولي الله هو شارحها، فهنا قاعد يجيب كلمة ولي ويسندها لله، يقول لا تتصور معنى ثاني، إنما وليكم الله، نفس المعنى للولاية الذي يسند إلى الله هنا جاي للذين آمنوا، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وهذا المعنى، يعني هاي النقطة الثانية استفدناها من السيد السبزواري الله يرحمه في تفسير مواهب الرحمن، في تفسير القرآن، تفسير جيد، حاولوا أن تقتنوه. ويذكر أيضا آيات أخرى عديدة ويدفع بعض الشبهات اللي يمكن أن تورد على ما ذكر في هذا الوجه الثاني. إذن إنما وليكم الله، أفردت وليكم بالذكر، لماذا؟ لكي تفيد أن المعنى المقصود من ولي هنا نفس المعنى الذي قصد به الولي في الآيات القرآنية الأخرى التي أسند فيها الولي إلى الله سبحانه وتعالى. هذه هي النقطة الثانية. أكو نقاط أخرى حول كلمة الولي ربما في الأسبوع القادم نتحدث عنها، بس خلنا ننتقل إلى المقطع الآخر. والذين آمنوا، الله ما كان يقدر يقول إنما وليكم الله ورسوله والذي آمن الذي أعطى الصلاة الزكاة وهو راكع، لأنه قلنا بالإجماع، الإجماع عند الشيعة وشبه الإجماع عند السنة أن شأن النزول هي قضية معينة، فالمفروض هكذا يقال. يعني ربما واحد يتساءل، إنما وليكم الله ورسوله والذي آمن الذي أقام الصلاة وآتى الزكاة وهو راكع. هنا شو كلام الله غير كلام المخلوق، المخلوق ما يفتهم، إذا ما يفتهم محدود، بس الله لا محدود. هنا استفادتان يمكن أن تستفادا، بل تستفادان، مو يمكن، بل تستفادان من الآية القرآنية الشريفة، وكلتاهما لطيفتان. الأولى هذه الحادثة، وبذلك نجيب عن شبهة توهم تناقض معين الآن نوضحه.
الآية تشير أن هذه الحادثة ما كانت حادثة واحدة. علي بن أبي طالب عليه السلام مو مرة واحدة أنفق وزكى وهو راكع، مواطن عديدة كانت، والآية الشريفة نفسها كل مرة كانت تنزل على رسول الله صلى الله عليه وآله تكريسا لمقام علي بن أبي طالب عليه السلام، مو مرة واحدة، الآيات بعضها كان ينزل على رسول الله مكررا صلى الله عليه وآله، يعني 10 مرات 20 مرة في مواطن شتى. هذه القضية ليش الله يقول والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة، ليش مستخدم صيغة المضارع الدالة على التجدد والاستمرار؟ احنا عرفنا نشوف هكذا، اذا واحد مرة واحدة سوي شيء ما نقول له يفعل كذا، نقول فعل، قضية واحد، يعني واحد ضرب زيدا نقول انما الظالم هو الذي ضرب زيدا مثلا، يعني او ما اشبه ذلك. ما نستخدم صيغة المضارع، انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين شنو يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هذه القضية ما كانت مرة مرتين، وإنما كانت مرار كثيرة. سنذكر أيضا رواية ثانية من جملة الروايات. هذا الاستنباط الأول أو الوجه الأول. الوجه الثاني، لأن الله يريد يقول مو بس علي بن أبي طالب، الأئمة على مر الزمن، وإلا الله كان يقول والذي آمن، زين ليش الله قال والذين آمنوا؟ ما يعرف الله المفرد من الجمع والعياذ بالله من هذا التعبير. إنما وليكم الله، لاحظوا هاي القرينة العامة، ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون. أنا مع قطع نظر عن الروايات قبل ما أطالع الروايات كنت أفكر، يعني إجا هذا المعنى ببالي، أن هذه الرواية قاعد واضحة تريد تقول أن الله كلامه لكل البشر على مر التاريخ. فالله ليش يقول والذين؟ عشان يقول والذي، لأن الله يقول مجموعهم يا جماعة مو واحد، والذين آمنوا الذين يقيمون. فخطر في بالي، وبعدين شفت الحمد لله أكو رواية عليه، كنت بتردد أقولها أو لا، أو أقولها بعنوان احتمال، بس بعدين شفت لا، روايات أكو في الكافي وغير ذلك. والذين آمنوا كل الأئمة هكذا يصنعون، يعني الإمام الحسن المجتبى آتى الزكاة وهو راكع، الآية تنطبق عليه كمفهوم كلي وكمصداق خارجي. الإمام الحسن العسكري كذلك، الإمام الصادق كذلك، كلهم هكذا. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم، فكلهم هكذا صنعوا وكلهم هكذا يصنعون، ومو مرة ومرتين وإنما مرارا عديدة، والتفصيل إن شاء الله سنرجئه الأسبوع القادم. Thank you.